شوفوا لي هالمنظر الجميل اللي عملنا لكم اياه. طلعوا ما شاء الله تبارك الله. ركزوا معي، فرن قلبة مسخن على حرارة 180، تمام، فرن جاهز، براو. فرن ايطالي بنحبه قلبك. بنجيب الان خبز تورتيلا، بنحط اول قطعة وين بطاها؟ بالقاع بالارضية. شايفين؟ طلعوا طلعوا، شوف بطاها. شوف يا بطاها كيف عملية طبطين عملنا لها. طبطين طبطين. هاي البطانة، تمام. اول شيء بتسووه ايش؟ بتجيب لي مايونيز كلاسيك من مازولا، تمام، وبتعطيها بالارضية. بتجيب يا سلام، والله والله بعرف، بتقطعوا هالجاج. شوفوا لي الجاج من جوا كيف. صدر دجاج صافي 100%، تمام. بنرد ايش تعطوها؟ بنرد نعطيها كمان شوية المايونيز. اعطينا بطاطا ابو، هاي البطاطات يا عيني عليك. ايوه، ناخذ بطاطا نبيل وبتعطوها وين؟ فوق فيليه دجاج. باخذ لي شوية من البشاميل وبنعطيها على الوجه. يا عيني. ايوه. الان بدنا نطبق هسه. طبق. بدنا نطبق. شايف يا ابو طه؟ يا عيني. شايف يا ابو طه؟ يا عيني. هي طبقناها. هيك خلص؟ خلص. كمان بدك لا لا كويس، بكفي كفي. اكيد؟ اه. اي شيء ترى جاهز انا هيني. جيت الله عليك. بالله عليك. تدفعش واصل. بالله. جيت الله. طيب عندي هون صراحة أنا ثلاث أنواع من الأجبان عندي. طبعا استخدموا أي نوع جبنة بدكم إياه، بس الفكرة أن يكون في جبنة بالذوب، تمام. طبعا بدنا، شفت كيف الحركة هاي؟ شفتها شفتها؟ يعني إيش إنك عشان ينزل لا تحت. يعني مش إشي مستر عن صاروخ يعني. لا لا كبير. هذا اسمه اختراع صاروخ. ماشي. شوفها يعني هذه راح تزعجنا هاي. لذلك بدنا إيش؟ نحاول ندفنها. ايوه. ايوه ايوه تمام. هيك صار عندنا بنطبق امورنا طيبه. الان شو بدنا نسوي بطاها؟ بدنا الاجبان. بدنا ايوه، اول شيء بدنا نعطيه ايش بطاها؟ شوي جبنه موزاريلا، تمام. جميل. مطبق فيليه دجاج من نبيل مع البطاطا، تمام. بدنا كيلو فيليه دجاج من نبيل، وبدنا كيلو بطاطا، بدنا صلصة بشاميل، وبدنا 4 أو 2 كوب جبنة مشكلة مبروشة، وبدنا خبز تورتيلا. خبز تورتيلا، تمام.